اللي عجبني الحال في الضجه هذه ان الابطال تفكروا بانهم رياضيين وهزوا لي قد ديالهم اللي غملوا ونوضوا كيترينيو على راسهم ونوضوا كيتحداو. برافو لكم الدراري، خليكم غاديين بحال هكا. نبغي بغيت الريتم يبقى طالع على الرياضه هكا، خلي الرياضه اللي حاكمه السوشيال ميديا ماشي روتيني اليومي. تحياتي، بغيت نوصل الميساج ديالي لواحد البطل عالمي مغربي اللي انا كنحترمه وكنعتبر استاذ ديالي وكنحترمه بزاف، ولكن هو طيح مني المره الاولى والثانيه والثالثه. طلقتي الصهد ديالك بزاف، انا كنحترمك وكنقدرك ولكن انت ما احترمتينيش وقدرتيني. سمع الميساج هذا، انت هي كتقول انا واقيلا حمق ولا تنقلب على البوز، راك انت اللي شرفتي وحماقيتي وما تلك الحوت كتقلب على البوز، ولا وليتي هضرتي فيا بالخايب غادي نقولها لك. اش تحشومه نتحداك حيت شرفتي، نضربك ديك بطاط العالم ديالك كاملين نضربهم لك في الزيرو. دابا بغيت نقول لك واحد الحاجه، دابا انت اش مشالك نتحدى ريكو نتحدى شريكو نتحدى كيكون نتحدى شكون ما بغيت، انت مالك كتقول انا كنقلب على البوز؟ راك انت اللي كتقلب على البوز، انا ما داير البوز، انت مالك يا صاحبي؟ خليني نحترمك، راه ما يبقاش الاحترام بيناتنا.